حبايبنا الأوادم يعطيكم ألف عافية لمتابعين مصطفى إكس بلاور. اليوم عنا تجربة جديدة، تجربة مختلفة بأكل مختلفة، أكل بيحبوه كتير ناس ومن ممكن يكره هو كمان كتير ناس، بس نحن راح نجي على الجانب الإيجابي، واللي ما بيحبها راح يحبها هالمرة لأنه اخترنا المحل الصح، محل مشهور بالنظافة، تدخل مشتي تطلع مصيف. ليش؟ لأنه هاي الأكل كتير حامية وخاصة بالشتوية. فتابعوا معي لنشوف تفاصيل الفيديو ونتعرف على شغلة جديدة ونتعرف على هالفن بالأكل ونتعرف على صاحب المحل كمان. يلا يا جماعة نفوت شوف شوفة عنده لأنه أنا متشوق كتير صراحة. خلينا نفتح فوت عن صاحب المحل. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. كيفك يا أخي؟ كيفك؟ طمنا عنك. تمام الحمد لله. شفت عندك بالمطعم؟ معلمي عندنا بالمطعم كل شيء احنا اليوم. هلا بلشت الشتوية. هلا كل الأصناف موجودة عندنا، المقادم، المصارين، الإنخاعات، الكرشات، لحمة الراس، السنات، كل هاي الأصناف كلها موجودة. هاي الأكل الشتوية هلا، وهذا صار وقت إنه تيجي لعنا على المطعم عزاد الخير. راح ننطرك ولا تاخذنا على المطبخ ولا كيف؟ بناخذك على المطبخ. يلا تفضل. يا سلام، طنجرة البخار والنظافة غير شكل. عنا المقادم. مقادم. هون الصحة والنشاط كلياته. ايوه. شو عندنا هون؟ هون الانخاعات هدول كمان. انخاعات واللي هو المخ. هو المخ. العصب هون عندنا كمان. هذا العصب شو فائدته؟ هذا كثير انه مفيد للجسم، مفيد كولاجين يعطي للجسم للعظم. ايوه هون الطاقة. هون عندنا لسان كمان. هون لسان. هاي لسان. هون كمان لحمة الراس. لحمة الراس. يا سلام. هذا المدلل كمان اجانا. ايوه ختامها مسك. هذا الراس كمان رايح نيفو على الاخر. نهنا ليك ليك كيف عم تضحك لي. هي الاكله روح قلب الحامض. يا سلام. انا يا جماعه ما بقى استنى، خلص بدي اكل. ليك ليك شو عم يجكرني، يا انا يا انت يعني. حولوا على الطاوله. سلام. هلا طلع كنا بالمطبخ طبعا وجايين على المطعم. يا سلام. هوبا شوفوا لي هالشوفه المدلله. حبايبنا الاوادم، هاي الاكله انا متشوق لها كثير. هاي الاكله بدها مزمزه، بدها مخمخه، بدها رواق، بدها نظافه. ثانيا هاي الاكله فيها فوائد كثير للعظام، للجسم، للدم، يعني هي بترول الجسم. ما شاء الله. ما شكلي رح ضل بالجاكيت نهائيا، وهذا عم يجكرني بده ياني فوت بالموضوع دغري. معلم احمد تفضل نقعد نحكي شوي كلمتين لو سمحت. انا احمد ديوان، فلسطيني من مخيم البداوي، فحبيت اختار هذا المشروع بالذات. اول شيء منريح الناس من لبكه هذه الطبخه. الامر الثاني انه لها فوائد عديده كمان. الأمر الثالث أنه أنا بدي بالنهاية أفتح مشروع كرمال أنه أنا ألاقي أنه مصدر رزق لإلي. واجهنا شوية صعوبات، اكتسبنا خبرة كبيرة. لاحظتوا أنا عندك ما شاء الله كمان صبايا سوريين متقنين هاي المصلحة. صحيح. طبعا الصبايا السوريين شغالين عندي من أول ما فتحت المطعم. هلا هن صراحة فعلا السوريين كان عندي لمسة إبداعية هاي الطبخة، وعلى فترة يعني من بالشغل هون عندي بالمطعم أنه بيّن أنه فعلا أنه الزبون عم بيجي لانه في عم بلاقي اكل طيب. هاي شهاده منك حلوه من متابعينا انه ستات البيوت السوريين بيفتخر فيهم انه بيعرفوا يتقنوا الاكل صح. هلا مثل هاي الصينيه طبعا تمام. هيك بتكلف هيدي 15 دولار. 15. بدون بدون الراس هيدا حقها 10 دولار. طيب والوجبه لحالها من كل صنف؟ هلا الوجبه لحالها من كل من المصارين، حق الوجبه اللي هي عباره عن نص كيلو مصارين بقلب الصحن حقه 600 ألف. عندك الوجبات الثانية، النخاعات، لحمة الراس، المقادم، 500 ألف يعني معادل شي 6 دولار بالضبط. وهي هاي الوجبة هي تعتبر لشخص ولكن هي بتطعم شخصين. هلا بدي ذوق اعطيكم رأيي بيني وبينكم صراحة. هلا خلينا نبلش أكل ونعطي رأينا، إنه صراحة أنا ما بقى فيني، اشتهيت. أنا شلحت الشنطة وشلحت الجاكيت لأنه صراحة هاي الأكل بدها زنود. أنت وعلى جنب.
هالاكله ما كنت باكلها صراحه، كلها هاي ما باكلها، بس اذا بشم ريحه زنخه او اي ريحه تانية خلاص ما بقى اكل اكل نهائيا. بس هون عن جد صراحه تشتهي. مثل ما قلنا اهم شيء بهالاكله النظافه، اهم شيء بهالاكله الترتيب والطعم الطيبه، تعطيها استواء صح، تعطيها حشي صح، ويتوزع الرز مثل ما شايفين الرز متوزع مثل ما هو يعني قالب. خلينا نفوت بالمقدم. شوفوا لي هالمادة أو هالجوهرة، خلينا نوصفها بالجوهرة. الطراوة اللي فيها شوفوا لي نيفة، أبدا نيفة، يعني الطراوة اللي فيها صراحة شيء لا يوصف. فكرتوني خلصت؟ لا، بدي اورجيكم الراس، صار له ساعة عم جكرني. تعال شوف، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ليك 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 ليك، فرط 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 فرط، يا سلام فرط لحاله. حبايبنا الحمد لله رب العالمين، بصراحة مالي قلب قوم اترك هالسفرة، وخاصة هالمرأة يعني ما شاء الله، يا سلام، مع انه شوبت صرت نار. الحمد لله رب العالمين. انا بتمنى تجوا تجربوا هالمحل، تجربوا هالاكله، يعني كلوا وانت مغمض. معلم احمد يعطيك الف عافيه، شكرا على هالاكلات ما شاء الله. نظافه اول شيء واكل طيب. بتمنى ان شاء الله التفوق اكثر واكثر، وبتشكرك على هاي اللقمة الطيبة. بدي منك شغلة صغيرة، بدي قد اللي أكلتهم تحطلي دليفري لعائلة فقيرة. يعطيك ألف عافية سيد أحمد، تحب تضيف شيء؟ لا، أهلا وسهلا فيكم. طبعا مطعم هذا موجود، مطعمكم وقت ما بدكم أي ساعة موجود. طبعا الأكل دائما بشكل يومي موجود من الساعة 8 للساعة 10 بالليل. تمام، يعطيك ألف عافية. اللي بيحب يجي يقول له بدي الصحن أو الجاط اللي أعطيته لمصطفى إكسبلور، ودوقه ونصيحة. يلا والسلام.